السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم جينا باش نديرو معاكم دجاج على الطريقه المغربيه، دجاج بالزيتون والحامض، دجاج اللي كنطيبو في المناسبات ولا العراس ولا الطياب المغربي. كانت طلبتني عليه واحد الاخت اللي هي النجمه الذهبيه، قالت لينا ديري لنا كيفاش كطيبو هذاك الدجاج، واليوم غديرو معانا الاخت دنيا. تفضلي. بسم الله. كنشدو العطريه، كنديرو هنايا الثومه، كنديرو الربيع، كنديرو البزار، سكينجبير، المروزيه ديال الدجاج، الملحه، شويه الحامض، الثومه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشدو الدجاج، بسم الله، كنعمروه بحال هكا. كان هادي كنعمروه كاينه. تبارك الله، راك طيب الدجاج، ما نقولش ليكم، ما شاء الله عليها. بسم الله. كتشدوه بحال هكا وكتعمروه من الداخل بحال هكا. دور الدجاج باش تبان. كتعمروه من الداخل هكا باش كتدخل فيه القيمه. القيمه فوالا، خص ديك القيمه كلها تدخل في هذيك الدجاجه بهذا الشكل. عرفتي تبارك الله ريحه هذه القيمه، ما نقولش ليكم ما شاء الله. وكنشدو الدجاجه بحال هكا، غطيوها وكنغطيوها، نجمعوا لها هذوك الرجلين بهذا الشكل. زيد قدام زيد هنا فوالا. الا عندكم شي خيط ولا شي هذا كتدي لي ما بغاش تشد لكم، كديروا لها شي خيط ولا شي، كتشدوا لها رجليها فوالا. هي هادي، هي هي، طوريهم هكا وكنحطوها بحال هكا ما شاء الله. نديرو الاخرى حتى هي كنديرو نفس الشيء، كنديروه مع الدجاجه الثانيه حتى هي كندهنوها مزيان. هاتي ريحه القامه، ما نقولش ليكم. كتشدوها ثاني، كتعمروها ثاني من الداخل، ضروري تعمروها من الداخل باش تدهنوها بهذيك القامه من الداخل، باش كتجي ديك القامه داخله فيها كطيب بنينه وزوينه. يعطيك الصحة، صحتكم. شوسون ضايقه الطياب ديالك كيجي غزال تبارك الله، صحتك والله الا غزال تبارك الله، ما نقولش لكم. فوالا، وكنجمعو ثاني بحال هكا نفس الطريقه كما درنا الاخرى، كنديرو مع هذه. وملي كتبغوا طيبو كديروها هكا على 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 الصدر ديالها، على حيت الصدر اللي كيهز شويه الطياب. باش كطيب مزيان. تبارك الله. هاتي البصله ياك. بسم الله. ودابا فوالا كنديرو البصله هكا، كنشرملوها، مشلوضه مزيان، تتشلط فوالا. وكنديروها تقطع طريفات صغار، قلت لك انا مشرمله. لا، كتقطع طريفات صغار باش كتي، حيت مع بغي كدوب ما كتبقاش بحال هكا. باش كتجي في هذيك الدغميره ديالو، كتجي غزال هذيك الدغميره. وهذاك الزعفران حتى تبدا يطيب عاد ديريه ياك. وهادو دوك القشيوشات حلوحيهم، معليش دوك العناق ودوك الكانصات وداك الشيء كديرهم حتى همايا. وكديري الماء ولا لا؟ ديري شويه الماء. ما نديروش الماء. علاش؟ نديرو شويه العطريه ثاني ونزيدوها. دير الزيت، دابا غتزيد شويه الزيت. قياس قياس عينك ميزانك. فوالا. ونديروها فوق العافيه ياك. اه، دابا غتغطيها فوق. ان شاء الله. ملي بداو كيطيبو هادوك الدجاجات هنايا. دابا ضروري تقبو. قالت لك ضروري. تقبهم بحال هاد الشكل باش تدخل ليهم هذاك الطياب، ضروري تقبهم هكا باش ريحتهم ما شاء الله. دير بحال هكا، ضروري ديرهم هكا باش ديك المرقه تدخل معاهم باش تدخل معاهم ديك سميتو كاع ديك لاصوص فوالا. هي شفتو الدغميره ديالهم راه كطيب، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. وغادي دير فيهم الزيتون الحمر ياك. فوالا، غادي تزيد عليهم الزيتون الحمر الحمر. وهذا هو التقديم النهائي ديال الدجاج ديالنا بالدغميره، ها هويا.
بالزيتون الاحمر والحامض. تبارك الله، شوفوا كيجي التغميره ديالو ما شاء الله. عرفتي ما نقولش لكم جات يشهي. شوف ما كملتش معكم التصوار، ملي طاب راه هزاتو دارته في واحد لاطا ودارته في الفور، دارته في الفرن تحمر شويه وابقى حطاته ودارت عليه هذيك التغميره. شوف كيفاش جا ما شاء الله. وهذه راها الحاره، الهريسه حمراء والهريسه خضراء في الحامض. تبارك الله عرفت كيجي رائع ما شاء الله. قولش ليكم، المهم اللي عجباته هاد الوصفه ما ينساناش من لي لايك، واللي ما مشتركش معنا يشترك. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم.